Suna Baba, protectors of the Suna. Suna Baba, protector of the Suna. I'm talking about Muslims. Sure. Muslims who are Muslimin. There's something else. Say that, yeah. Look at it again. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك الجن. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. يعلمون الناس السحر ببابل بهاروت وماروت. Again. وما يعلمان وما يعلمان. Two, of course, it's not angels, but those kuffar. شياطين يعلمنا السحر وحتى يقول when the people come to them to learn سحر magic يعلمهم حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر we are فتنة Allah said those people فتنة do not mean كفر but here the most important thing فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويعلمون not كفر do we divorce between husband and wife عليكم السلام يعلمون أو يعلم بين المرء وزوجه the job to شيطان for example إبليس every day after صلاة العصر that's why there is no صلاة after عصر you know after عصر no salah sunnah after us, except if you talk to the Muslim, except if there is something janazah, for example, the exception, some minor exception. فيتعلمون ما يفرقون divorce بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Of course, if there is بإذن الله. But what the job of Shaitan just to make the worst problem, especially now. In daily basis, before even I came here, people, husband, wife, son and daughter. I believe Allah, the social media, cell phones, cell phone benefits, and nakhma also, like wal-iyadu billah. Maybe the cell phone destroyed families. I know actually, and raised families. For example, my family in Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala lost me 5 sisters. Alhamdulillah. In daily basis, we speak to each other. They have also the phone, sometimes apps and this and that destroyed them. So this ayah told us the shayateen job, husband and wife. We have to be careful of that, inshallah. Good. Yeah. With the ayah number 106. Mananṣaḥ min shaytan rajim. Mananṣaḥ min ayatin. لا مننسخ. مننسخ من آيات أو دونها. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ اجتبهم. مننسخ من آيات أو دونها. نأتي بخير منها أو مثلها. صم آيات القرآن. Very important. الناسخ والمنسوخ. The abrogate. For example, الخمر. الخمر in Mecca allowed to drink خمر. Liquor. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Do not drink before. Become completely haram. لا تقربوها. لا تقربوها. Do not even touch it. لا. The خمر. So that ما ننسخ من آية أو ننسيها. You know, تمام. نأتي بخير منها. That's always reason this ayah. But in the same time, Allah سبحانه وتعالى bring better آية. ننسيها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء. Did you know that Allah knows everything?
الآية ألم تعلم كنت منه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم عن كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. محمد وأقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عند الله إن الله بما تعملون بصير. سيها ونتام شوفار وأقيموا الصلاة شوفار ننسخ دي الوهاء أماني آية شوفار 108 109 okay. Since I came here, أقيم perform صلاة ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صلاة صحيح المدرسة وأقيم صلاة continue إن شاء الله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. This ayah will like five times in the Quran. محسن الإحسان. الإحسان higher than إيمان. الإحسان to fulfill everything Allah سبحانه وتعالى give us and رسول الله صلى الله عليه وسلم. May Allah make us among المحسنين. آمين. قلت إن شاء الله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكالات يهود ليست النصارى على شيء وكالات النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وبعد شيء أو شيء شيئين good شيئين وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم قولهم نعم فالله يحكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر
أن يذكر أن يذكر فيها 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 مسم فيها اسمه فيها مس فيها اسمه فيها اسمه اسمه فيها يعني فيها اسمه يعني فيها اسمه وسأ في خرابها أولئك ما أولئك ما كانهم أن يدخل أن يدخل أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بس آية هنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم the most aggressive people, the one they destroyed the masajid and not even maintain the masjid. Well, this is very important. Do you think now some people prevent people go to the masajid? Muslim country. There is Muslim country right now. Even the adhan, you try to prevent the adhan. Number one. Number two, I went to one Muslim country, I say 1 month. They are not allowed only pray and leave the masjid. Not allowed to teach, to say anything. They make khutbah al-jum'ah there. And before the khutbah, Sheikh Ibrahim, please do not speak anything about politics. So I'm just, when I come to the masjid, I speak salah, salah, salah. I speak salah only. Then I saw people doing something wrong in salah. I want to just give advice. I said, brother, no, brother, if you speak, we're going to be number one, we're going to be in the prison, we're going to close the masjid. Which country? I don't want to mention countries because I want to go to this country again. But my point, by the way, is not that country. Some more Muslim countries doing the same thing. My point, Allah told us here, وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنَعَ مَسَجِرُ اللَّهِ أَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَارِهِ. Not only ذكر الله سبحانه وتعالى in the message. For example, you want to read Quran now, وجدت هذه الحلقة التي ونت الله تهبط السحرقة. Right. But this, by the way, the sign of the day of judgment. Allah protect us. But is it not a duty for alim to say whatever they want to say? Yeah. Or they are in prison. They try. They are in prison right now. Trust me with that. In one, not one brother is not one country. Many countries. May Allah Azza wa Jalla give peace and may Allah release those people in prison. Please continue, inshallah. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض. Hold on, very important. بديع السماوات والأرض. Some people they take this ayah, they say, oh, Allah said بديع is okay. بديع, that's mean خالق. No. هنا أحسن مصور. Look at the السماوات, the moon. Now a little bit the sun of the rise, right? That he's the one بديع. For example, this Quran, somebody who this with somebody that bid'ah also, but that badi'ah is ra'ah, beautiful. But who created this wood and this paper? Badi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala. Say the difference. Bid'ah, we should not even bid'ah some people, bid'ah hasana, bid'ah sayyah. Good bid'ah and bad bid'ah. Bid'ah is always bad. Regardless, there is no bid'ah hasan.
period. Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala start Taraweeh. So that's Hawda an ittaqillah ya Sheikh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did that. Why after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr radiallahu ta'ala. And then Umar ibn Khattab after 7 years. He was Khalifa 10 years. Bid'atu hasana, that means the act, not the new thing. Tarawih Rasulullah did that, Tarawih or not. He did with discipline, like before they... With who? Discipline, like before Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala, the people are praying separately. Yes, so he started with the. Lakin, go back. Who Tarawih? Who started Tarawih first with the Sahaba? Rasulullah. And how many days? 3 days, some people say 5 days. But why he stopped? Because he was afraid to be mandatory for. See, this is the key. The thing become farida. Can you imagine, like, if like we have 5 prayers? It was when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to God, and it was like 50 prayers, and like he was decreasing. So if he prayed 1 time, 2 time, 3 time, and more than this, people is gonna start. Okay, that's mandatory. We have to pray every day, which is not easy for everybody. Which is good to do something to make that, close to God. That's the answer. So you understand here? Inshallah, continue, inshallah. Badi'u as-samawati. Badi'u as-samawati. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قولهم. Everybody, when you see this meme, you have to stop. Yeah. I mean, الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَوْلِهِمْ to stop. Look at the meme, stop in the meme. No, they stop, they have sukoon, and then meme, stop completely. لا يجوز أن تتخطاها يعني. مرة ومرة أبيد إن شاء الله. قال الذين من قبلهم مثل قولهم أحسنت تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جزاك الله خيرا. كنتم إن شاء الله غدا بإذن الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم. سنة شغال في نور سمنت البيج. أسأل الله أن يرزقك بالحيث لا تحتسب. أن يبارك لك في عمرك وأهلك ورزقك يا رب. آمين يا رب. في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. تسلم يا رب. الله يبارك. السلام عليكم.